السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ درس اليوم بمراجعة حروف اللغة العربية: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. اليوم سنتعلم حرف الفاء. هذا حرف الفاء. فاء. الفاء عنده نقطة. نقطة من الأعلى. في أول الكلمة أكتب الفاء هكذا. في وسط الكلمة إذا كان متصلا بحرف قبله أكتب الفاء هكذا، وإذا كان غير متصل مثلا بعد الدال فأكتب الفاء هكذا. في آخر الكلمة إذا كان حرف الفاء متصلا أكتبه هكذا، وإذا كان غير متصل مثلا بعد الألف أكتب الفاء هكذا. سنقرأ حرف الفاء مع الحركات: ف، فو، في، ف، فا، فو، في، فن، 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 ف، فو، في. نقرأ الآن حرف الفاء في كلمات: في، لن، في، لن، هذا فيل. ص، فن، صف، هذا صف. ف، ر، فر، فو، رن، فرفر، هذا اسمه فرفر. نقرأ الآن حرف الفاء في جملة: يا، ن، فو، خو، ينفخ، فر، فو، رن، فرفر، في، نا، في، رن، نفير، ينفخ، فرفر، في، نفير. هذا فرفر وهذا نفير. إلى اللقاء.